تعالى بعد إذن سيادتك نبتدي من آخر بطولة مصر استضافتها وحصاد أبطالنا فيها كان واصل لفين؟ آخر بطولة كانت بطولة الأفريقية للرماع الأطباق المروحية، وإحنا حصدنا فيها 25 ميدالية ما شاء الله. ودي طبعا بطولة نقدر نقول إن هي فيها من جواها ثلاث بطولات. البطولة الأولى بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، ثم بطولة الجائزة الكبرى، ثم البطولة الأفريقية. الثلاث بطولات دول بيسمح فيها بمشاركة الدول من جميع أنحاء العالم. إحنا كان عندنا في الاستضافة تسع دول، والتسع دول دول طبعا كان فيهم أبطال العالم من إنجلترا وإيطاليا اللي هي أصلا ملوك هذه اللعبة. نقدر نقول إحنا الحمد لله تفوقنا عليهم وحصدنا 25 ميدالية متنوعة، لأن هي فئات عمرية مختلفة، ثلاث فئات، خمس فئات، وبالتالي استطعنا إن إحنا نتصدر هذه البطولة. أوروبا حتى في بطولة أوروبا كانوا بيبصوا لمصر نظرة مختلفة، لأن إحنا فعلا في بطولة أوروبا بنكسب أبطال أوروبا في هذه البطولة وهذه نوع من الرمايات. حلو، هي أنواع إيه برضو يا سيادة اللواء؟ خلينا نبقى عارفين. إحنا عندنا الرماية عبارة عن ثلاث أجزاء، الجزء الأول هو رماية الخرطوش، ثم الجزء الآخر المسدس، والجزء الثالث هو البندقية. الثلاث أنواع كل نوع من جواها فيه حوالي خمس مسابقات، وبالتالي المسابقات واستضافة بطولاتها مختلفة من نوع المسابقة أو من نوع السلاح المستخدم في هذه المسابقة. أوكي، والأندية إيه بقى؟ يعني الأندية مقسمة مثلا، يعني مثلا هل نادي الصيد متخصص في حاجة، الأندية الأخرى متخصصة في حاجة؟ طبعا أندية الصيد معظمها بتكون ليها القوة الكبيرة في الاشتراك في بطولات الخرطوش. يعني تمتلك ميادين الخرطوش، ودي حاجه كويسه جدا، سواء صيد الاسكندريه، صيد الدقي، صيد اكتوبر، وادي النطرون، نادي الشمس، القوات المسلحه، كل هذه الانديه ليها باع كبير جدا في رماية الخرطوش. أوكي. الانديه الاخرى طبعا هنقول في حوالي 15 نادي بيمارسوا رمايه المسدس والبندقيه، سواء بندقيه هواء او رصاص. ودول الانديه الاخرى اللي بتشارك في هذه المسابقات. كويس. طيب الى اي درجه هذا الامر امن ان يكون في نوادي رياضيه بتمارس فيها هذه الرياضه وبتستخدم من خلالها خرطوش ورصاص الى اخره، ومعظم يعني الانديه دي بتكون في وسط مناطق سكنيه مأهولة بالسكان، فالى اي درجه هذا الامر امن لجيران النادي اللي هو انا عشان نطمن على نوادي فعلا. طمنا ارجوك. يعني هالخرطوش ما يوصلش البيت بس الصوت اوقات. واحنا بنقول طبعا ان ما فيش ميدان في جمهوريه مصر العربيه الا لما يراجع فنيا من قبل الاتحاد المصري مايا من ناحيه الناحيه الفنيه. الميادين، جميع الميادين دي تم اختبار المواصفات الفنيه الخاصه بها من الناحيه الامنيه اولا، ثم من الناحيه الفنيه اللي تؤهلها ان هي تستضيف وتكون صالحه للاستخدام. فاذا موضوع التامين من الناحيه الامنيه والفنيه مؤمن 100% طبعا، لانها ليها مقاييس ومعايير وليها اسلوب للفحص. يعني بيبقى متراعي مدى وصول طلقه الخرطوش، مثلا ممكن توصل لفين، المسافات اللي ممكن تقطعها، فبالتالي الخطر اللي ممكن تشكله على حد. احنا طبعا محطوط معايير من الاتحاد الدولي وليها مقاييس لمدى وصول الطلقه اقصى حد ممكن. احنا المقاييس والمعايير دي احنا بنعمل الميادين اكثر من هذه المعايير. يعني لو بنقول ان المسافه الامنه 150 متر، احنا بنوصل لغايه 250 متر. فاذا معنى كده ان الطلقه مهما تصل لن تؤثر على اي شيء في مجال الرمي في الميادين. كويس جدا. انا عايز اسال حضرتك برضو ان في كذا نقطه بس مهمه قوي، ان احنا دايما لما بنتكلم عن اي رياضه دايما باصين على الاولمبياد. فمين من ابطالنا اللي بيتم اعدادهم دلوقتي للمشاركه في اولمبياد باريس 2024؟ وايه اللي احنا محتاجينه، ابطالنا محتاجاه ايه؟ العراقيل ايه اللي هيخلينا كمان رايحين النسخه دي واحنا عندنا امال اكبر بالفوز عن طوكيو مثلا؟ طبعا احنا عندنا بالنسبه للخرطوش عندنا رامي عزمي محلبه، وهو بيعتبر الان المصنف رقم واحد على العالم. يمكن انه كل البطولات اللي بيشارك فيها حاليا بيكون له ليه حظ من عند ربنا طبعا ان هو يحصل على ميداليا، وده طبعا في حد ذاته نقول ان هو مرحله من المراحل النفسيه والتحطيم من الارقام القياسيه. يعني اخر بطوله كان في بطوله كاس عالم في قطر منذ اسبوع، حصل على 124 إصابة طبق من 125. واو. وده يعتبر رقم كبير جدا طبعا. يمكن دخل النهائيات بتصفيات كبيرة بين أبطال العالم. هنقدر نقول إن هو يمكن حقق المركز الرابع، ولكن قانون الاتحاد الدولي
بيقول ان هم كانوا اربع رماه، في ثلاث رماه نفس النتيجه، ولكن هم في رقم اسمه رقم الظهر على ظهر الرامي، اقل رقم ظهر هو اللي بيخرج، وبالتالي هو ما قدرش يحصل على ميداليه علشان رقم الظهر مش عشان النتيجه. وادى اداء رائع، وهو تقريبا يعني نقدر نقول ايه، اول تاني عالم، اول تاني عالم على طول المسابقات اللي احنا اشتركنا فيها.